بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الوايل لوب. في هذا الدرس شاء الله راح ناخذ المثال السابق لكن نطور عليه شوي. المثال السابق كان يقول لنا اكتب برنامج يقرأ مجموعة من الأعداد الانتجرز، بعد ذلك يطبع كل عدد من الأعداد ويتوقف عند ناقص واحد. طبعا التعديل اللي راح نسويه إن شاء الله راح نقول إنه لا ما نبغى البرنامج يطبع كل عدد من هذه الأعداد، وإنما prints the largest prints the largest prints the largest one. إذن نبغى يقرأ مجموعة من الانتجرز ويطبع أكبر واحد من الانتجرز هذه، يتوقف لما ندخل ناقص واحد. إذا عدد الأعداد المدخلة غير معروف، لكن نبغى يطبع لنا أكبر واحد من هذه الأعداد. مثال على البرنامج، لو مثلا دائما طبعا احرص أنت على أنك تسوي مثال في بداية البرنامج زي ما كررنا في المرات السابقة. لو مثلا جانا 2 5 ناقص 4 10 3 ناقص 2 ناقص واحد، البرنامج طبعا راح يتوقف لأنه وصل ناقص واحد، ثم بعد كذا راح يطبع لنا 10 فقط، ما يطبع لنا أي عدد من الأعداد الباقي، يطبع العدد الأكبر وهو العدد 10. طيب السؤال الآن، كيف نحل البرنامج هذا؟ طبعا راح يكون حله شبيه بالطريقة السابقة ولكن في إضافات أكيد. طبعا واضح، أرجو أنك توقف الفيديو، تحاول أنك تحله نفسك، تفكر كيف ممكن نحل البرنامج هذا، ثم بعد كذا ترجع وتشوف حل البرنامج. طيب أتمنى أنك إن شاء الله حاولت. خلنا نأخذ الحل في حق المثال السابق ونشوف كيف راح نعدل عليه. أول شيء طبعا راح نقرأ العدد، أكيد نقرأ عدد، طبعا عندنا راح نقرأ مجموعة من الأعداد، ما ندري حنا كم مجموعة الأعداد هذه، فإذا نحول العملية إلى قراءة عدد عدد، لأن ما عندنا وسيلة لقراءة مجموعة أعداد مرة واحدة، فنحول العملية إلى قراءة عدد عدد. فنقرأ الأعداد هذه، طبعا ما نبغى نطبع كل عدد، ما نبغى نطبع إلا العدد الأكبر. وخلوني أو خلو أبقي هذه مين مشكلة عشان هذا دليل اللوب. السؤال الآن، كيف راح أسوي؟ هل يعني أول فكرة متبادل ذهنك، ممكن تتبادل ذهنك تقول اطبع العدد إذا كان أكبر عدد طبعا يعني هذا طبعا الجواب واضح إنه في مشكلة كبيرة. زين، احنا اصلا مشكلتنا كيف نعرف اذا كان اكبر عدد؟ يعني الان انت خلينا نشوف كيف، خلينا نشوف المثال نمشي. الان قريت 2، زين، قال اقرا عدد، هل العدد يساوي ناقص واحد؟ لا. بعدين اطبع العدد اذا كان اكبر عدد، هل تطبع الاثنين ولا ما تطبع الاثنين؟ فما تدري انت شو الاعداد اللي جايه، ما تدري اذا 2 هو اكبر عدد ولا اصغر عدد. زين، يعني مثلا ممكن يكون الانبوت اللي جايك هو عباره عن 2 ناقص 4 ناقص واحد، في هذه الحالة الاثنين هو أكبر عدد، لكن ممكن يكون الانبوت اللي جايك هو الانبوت هذا، في هذه الحالة الاثنين ما هو أكبر عدد. إذا من الواضح أن نحتاج نقرأ كل الأعداد، زين، قبل أننا نقرر أي الأعداد هو أكبر عدد. لكن مرة أخرى، زي ما أنه ما عندنا وسيلة أن نقرأ الأعداد هذه كلها مرة واحدة في الجافة، كذلك أو حتى إلى الآن طبعا ما عندنا وسيلة، يعني كذلك ما عندنا وسيلة لتخزين الأعداد هذه كلها حتى أن نقارنها فيما بعد. يعني ما تستطيع أنك تعرف variables تقول مثلا والله يعني int x1 مثلا، تقول int x1 و x2 و x3 وهكذا، وتقول لي والله انا راح اخزن في كل واحد من الفيريبلز هذه، راح اخزن عدد من الاعداد هذه، بعد كذا راح احط اف ستيتمنتس كبيره
أقارن فيها الأعداد هذه. لا طبعا هذا غير صحيح، لأنك ما تعرف كم عدد الأعداد اللي يجيك. ممكن تعرف 100 فاريبل يجيك 200 عدد، ممكن تعرف 200 فاريبل يجيك 400 عدد. زين، فإذا الطريقة هذه غير صحيحة، إذا الطريقة هذه لا نستطيع، إذا ما يمكن نعرف مجموعة variables، أو عفوا ما يمكن نخزن يعني الأعداد اللي تجينا هذه كلها بعد كذا نقارن. إذا يجب أن نشوف يعني وسيلة أذكى. زين، زي ما أننا أثناء التكرار في المرة السابقة قلنا أنه في كل دورة من دورات اللوب راح نطبع، عفوا في كل دورة من دورات اللوب راح نقرأ عدد. زين، فحولنا العملية من قراءة مجموعة أعداد، وهي العملية اللي ما نستطيع القيام بها لأن ما نعرف كيف نقوم بها، إلى حولناها إلى عملية قراءة، إلى عملية تكرار في كل مرة نقرأ فيها عدد من الأعداد. زين، فإذا يجب أن نحول عملية المقارنة فيما بين الأعداد هذه إلى عملية مقارنة بين كل عددين. زين، والفكرة هي بحيث أن العملية هذه تتكرر، يعني نستغل قضية التكرار واللوب. زين، بحيث أن الفكرة هي كالتالي: أولا نحتاج متغير واحد فقط. زين، نحتاج متغير واحد فقط في الذاكرة، وممكن نسمي المتغير هذا ماكس. مضبوط، نسمي المتغير هذا ماكس. بعد كذا احنا وش راح نشوف، وش راح نسوي؟ راح نسوي الشيء التالي. طبعا افترض انه هذا هو الانبوت اللي جانا، هذا هو الانبوت اللي جانا. زين، طبعا هذا الانبوت، خل افصله عن الانبوت اللي تحت. افرض انه هذا هو الانبوت اللي جانا، راح نسوي كالتالي: راح نقول اقرأ العدد الاول، هذا العدد الاول رقم 2. الان هل جاني عدد قبله؟ لا، ما جاني عدد قبله. اذا راح اقول والله شوف، انا الى الان انا اكبر عدد شفته هو رقم 2، فراح اقول الماكس هو رقم 2، هذا متغير طبعا. زين، راح اقول الماكس هو رقم 2، هذه الخطوة الأولى. بعد كذا أقول طالما العدد لا يساوي ناقص واحد، زين، راح أشطب على هذه. مضبوط، هنا راح أشطب على هذه، أو خلو أمسحها أفضل، خلو أمسحها أفضل. مضبوط، خلو أقول هنا اقرأ عدد، ثم بعد كذا أقول الماكس يساوي العدد اللي قريته. زين، او اول عدد قريته. بعد كذا انا قلت طالما العدد لا يساوي ناقص واحد، طالما العدد لا يساوي ناقص واحد، فانك اقرا العدد اللي بعده اللي هو العدد 5. الان وصلنا لقراءة العدد 5. هل العدد 5 اكبر من اكبر عدد شفناه قبل؟ لاحظ السؤال. زين، هل العدد المدخل أكبر اللي هو 5 أكبر من أكبر عدد شفناه قبل؟ وش أكبر عدد شفناه قبل؟ هو الاثنين. هل الخمسة أكبر من الاثنين؟ نعم، الخمسة أكبر من الاثنين. إذا نشطب على اثنين ونقول والله الحين الماكس هو 5. مضبوط؟ بعد كذا نقرأ عدد جديد، ندور اللوب مرة ثانية. زين، إذا الكلام اللي بنكتبه هنا، زين، هو الكلام التالي. خلونا نجرب يعني نشوف هل الكلام هذا يضبط ولا لا. هل، أو خلوا أكتبه بلون مختلف حتى إنك يعني تميزه. هل العدد الحالي أكبر من أكبر عدد قرأنا سابقا؟ زين، هل العدد الحالي أكبر من أكبر الأعداد اللي قرأناها سابقا؟ زين، من أكبر عدد قرأناه سابقا. فنكمل، خلينا نشوف كيف. إلى حطيناه هنا 5، جينا بعدين مشينا المرة اللي بعدها قرأنا ناقص 4. هل ناقص 4 أكبر من الماكس اللي هو أكبر عدد شفناه سابقا؟ لا. إذا نقول نمشي ناقص 4، خلاص ما علينا، ونغير، نبقي الماكس زي ما هو. وصلنا للآن العشرة، هل العشرة أكبر من أكبر عدد قرأناه سابقا؟ نعم، العشرة أكبر من 5. إذا نقول والله أكبر عدد قرأناه حتى الآن، نقوم نعدل ونكتب نقول 10. زين، بعد كذا نمشي للثلاثة، هل الثلاثة أكبر عدد، أكبر من أكبر عدد قرأناه سابقا؟ لا. إذا نبقي الماكس ب 10.
وهكذا ناقص 2 حتى نصل ناقص 1. إذا وصلنا لناقص 1 طبعا الشرط حق اللوب هنا ينتفي، وبالتالي نخرج من اللوب ونطبع الماكس. زين، إذن هل العدد الحالي أكبر من أكبر عدد قرأناه سابقا؟ مضبوط. إذا الجواب نعم، زين هذا سؤال، إذا الجواب نعم إذن نقول الماكس يساوي العدد الحالي، زين العدد اللي قرأناه حاليا. أرجو أن يكون المثال واضح والكود أرجو أن يكون واضح. حاول أنك تقرأ المثال تفهمه بشكل جيد، بعد كذا تروح تكتب البرنامج. رجاء من المهم جدا أنك تحاول أنك تكتب البرنامج، يعني حاول تفهمه الآن، بعد كذا سكر الفيديو، افتح الإكليبس أو جيليات أو أحد البرامج تكتب فيها الجافا، واكتب البرنامج بنفسك. زين، إذا واجهت مشكلة ارجع للسودو كود اللي مكتوب هنا قدامك، حاول يعني تحل بناء على السودو كود هذا، ثم بعد كذا شوف الفيديو القادم إن شاء الله اللي راح نكتب فيه البرنامج.